بداية يعني يؤسفنا حقيقة أن نعيش مثل هذه الأجواء والأحداث المؤسفة والتي آلمت الشعب الكويتي من خلال الإجراءات القمعية التي اتخذتها وزارة الداخلية وأمس من خلال التدخل في ندوة الدكتور جمعان الحربش ومهاجمة المواطنين وضرب النواب بطريقة يبدو أنها كانت مرتبة قبل الندوة أصلاً. لذلك كان الإخوان يوم أمس في أحداث غير مسبوقة على دولة الكويت وانعكاساتها من الطبيعي أنها تكون خطرة على هذا البلد، أنه حقيقة قرار اللي اتخذ أمس في ضرب الناس والنواب قرار غير حكيم، وستكون عواقبه وخيمة على مثل هذه الحكومة. احنا وانا اقول لكم تفاصيل الاحداث لما كنا احنا موجودين، تم الاتفاق على فض الندوه مع الاخوان واعطونا ربع ساعه لفض الندوه، وطلبنا بان يخطب النائب احمد السعدون الكلمه. الان عندنا ربع ساعه 30 ثانيه من وقوف السعدون على المنصه بالحديث وبتحرك القوات الخاصه تجاه الناس واتجاه النواب، لان عندنا نتفاوض وياهم بشكل همجي وغجري ومتخلف تحت غطاء ما يسمى بالقانون اللي قاعد تتكلمون عنه. اي قانون تتكلمون عنه؟ شعب اعزل ونواب يمثلون الامه تضربونهم بهذه الطريقه البشعه والقذره. لذلك انا اعتقد اليوم بان الوضع خطير جدا، يعني انا احد النواب اللي تم الهجوم عليه. جاء بيني وبين القوات الخاصه الصحفي محمد السندان وضرب على راسه ومع رقبته ومع يده ومع رجله الى ان سقط امام الباب بيني وبين القوات الخاصه. ما فرقوا امس، ضرب كان مبرع وبشكل غير طبيعي وغير مسبوق. اليوم هذا الوضع اللي قاعد تمر فيه الكويت، حتى في الدول القمعيه ما يصير هذا الكلام. في الدول القمعية ما يضرب نواب الأمة بهذا الشكل وبهذه الطريقة. دكتور في القانون عبيد الوسمي يسحل أمام الناس بطريقة ما هي زينة. لذلك أنا أعتقد بأن البلد تمر في منعطف خطير، وما حدث أمس مؤسف وضرب لكل أبناء الشعب الكويتي، لأن النواب يمثلون الأمة بالنهاية. لا تعتقد الحكومة والسلطة بأنه اللي صار أمس في الصنابخات راح يجعل الناس يتراجعون وراء ويجعل النواب يتراجعون خطوات. لا، أنا أقول مخطئين أنكم تعتقدون هذا الأمر، وأهل الكويت وأبناء الشعب الكويتي ما يضربون بهذه الطريقة البشعة والمروعة. كابوس أمس في منطقة الصنابخات، ترويع الناس، ضرب الناس، إهانة كرامة الناس، انتهاك الدستور، انتهاك القانون اللي تم أمس. أنا أعتقد بأنه غير مقبول وسابق خطير قاعد تمر فيه الكويت. لذلك الشعب الكويتي ما يستحق أن ينضرب بهذه الطريقة. ونواب الأمة المساس فيهم أمس هو قلت أنا مساس بالشعب الكويتي كله. لذلك إحنا التزمنا بما قال سمو الأمير بأن تكون الندوات داخل الدواوين. والتزمنا أيضا بضبط النفس ومحاولة التهدئة للناس ومحاولة أيضا التفاوض مع قوات الأمن، لكن للأسف الحكمة كانت غائبة وكانت هناك آراء متضاربة داخل قوات الأمن، واحد يقول اهجم واحد يقول انطر شوي. يبدو أن كان هناك أكثر من قرار لما حدث يوم أمس. لذلك احنا اجتمعنا مع الأخوان وأمس في الليل أعلنا استجواب رئيس الحكومة. الآن سيخرج الأخوان المكلفين بتفصيل ما حدث أمس، وسيتحدث كل منهم وسيروون الأحداث التي تمت يوم أمس، واللي أنا مرة أخرى أقول بأنها مشاهد مروعة، مشاهد أساءت للكويت وأساءت للشعب الكويتي، وما هكذا الديمقراطية وما هكذا تدار الأمور في البلد، لأنه هذا هو فعلا النفق المظلم اللي أمس. ومثل ما قلت في السابق، احنا مو رايحين للهاويه، احنا بالهاويه، وهذا تاكيد على الكلام اللي كنت اقول انا في السابق، قلته مره في قناه الراي في لقاء في قناه الراي، قلت ابي اكثر من ندوه مؤتمر صحفي. فعلا احنا نعيش الهاويه الان نتيجه هذا التخبط اللي قاعد تعيشه حكومه ناصر محمد. والله شوف انا بقول لك شغله، يعني
هو طبعا ما في شيء يمنع ان الندوات تكون تقام الندوات، هذا ما في شيء يمنع لا بالدستور ولا بالقانون، لكن هم يبون يوصلون حق الناس زين بانه اللي راح يقيم ندوه او راح يحضر ندوه راح يتم ممارسه القمع والبطش زين والتعدي على كرامه الناس بدون ما صار، فهم مخطئين بهذا الجانب. احنا سنعمل وفق الدستور، وفق الدستور، وسنتعامل مع هذه الحكومه وفق صلاحياتنا الدستوريه. مشاعر المسائل السياسيه اللي تم الاتفاق عليها امس وقد يتم الاتفاق عليها الاسبوع هل تمثل ثلاث كتل ام الدنيا لا طبعا اعتقد بانه في اجماع على قضيه المساءله، هناك بعض النواب يبغون يرجعون الى قواعد وهذا من حقهم طبعا، لكن انا قاعد اشوف انه في شبه اجماع على مساءله رئيس الحكومه. يعني انا اشوف شبه اجماع، لكن هناك من يريد ان يرجع الى قواعد من بعض الكتل وهذا حقهم طبعا. الان سيخرج الاخوان من هذا المكلفين بالحديث عما جاء في الاجتماع، انا فقط اردت ان اروي احداث الامس وسجل موقف في هذا الجانب، لكن فيما يتعلق بما دار باجتماع هناك اشخاص تم تكليفهم من قبلنا بان يروون الاحداث من خلال البيان والمؤتمر الصحفي سيكون الان. لا 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 سيخرج الاخوان الان سيكون لكم موعد البيان ومن هم الموجودين ايضا في الاستجواب. والمرحلة المقبلة ما ستتضمن إن شاء الله. شكرا.